مرحباً، أنا كارولين مساعدتك المهنية. قمت بتركيز قاعدة معلومات واسعة حول موضوع التجهيز والتركيب، ويسرني مرافقتك أثناء العمل. قبل أن نبدأ، من المهم أن نشطف جيداً مسطح ماكينة التقطيع لإزالة البقايا من التقطيعات السابقة، مما قد يسبب تشققات في اللوح أثناء التقطيع. مسطح التقطيع نظيف الآن وجاهز للعمل. أجهزة الاستشعار الخاصة بي تظهر أن هذا هو لوح بورسلين من إيفن كيسار. ألواح البورسلين من إيفن كيسار تأتي مع شبكة خلفية مصنوعة من الألياف الزجاجية فايبر جلاس، التي تحسن قوة اللوح أثناء عملية التجهيز وقدرته على تحمل الضربات والإصابات الناجمة عن الأشياء الساقطة بعد التركيب. كما تعلم، أساليب العمل بالبورسلين تختلف عن المواد الأخرى التي اعتدت العمل معها. قبل أن نبدأ في التقطيع، من المهم أن تفحص اللوحة فحصاً بصرياً من عدة زوايا، وعن طريق اللمس باليد للتحقق من عدم وجود شقوق، ثقوب وعيوب. تأكد من تجانس اللون واللمعان بين لوحتين مخصصتين لنفس المشروع. تحقق من أن الألواح مصنوعة من نفس الدفعة، ومن عدم وجود انحراف في سمك اللوح أو في انحنائه. البورسلين كسائر المسطحات الحجرية يحتوي على مستوى معين من السيليكا، لذلك في جميع مراحل التجهيز والتقطيع يجب استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة وتقليل الغبار الضار باستخدام تقنيات المعالجة الرطبة وأنظمة التهوية والشفط. أرى أنه تم تركيب شفرة ماسية جديدة لتقطيع البورسلين. من المهم جداً تنفيذ فتح له. يجب إجراء عدة تقطيعات في كتلة ألومينا أو كوارتز لشحذ الشفرة عند الاستخدام لأول مرة وبعد بضع تقطيعات. حسناً، الآن يمكن البدء. بسبب الطبيعة الخاصة لألواح البورسلين، من المهم اتباع بعض القواعد من أجل الحصول على تقطيع نظيف وخالٍ من العيوب. قبل البدء في المعالجة، يجب قص الجوانب الأربعة للوح على مسافة 20 إلى 30 مليمتراً من الحواف من أجل تحرير الضغط من اللوح. عند تقطيع ألواح البورسلين، من المهم التشديد على أن يكون بدء دخول الشفرة الماسية دائماً من خارج اللوح. وتيرة تقدم المنشار في الدخول إلى اللوح والخروج منه يجب أن تكون 50% من الوتيرة الموصى بها لتقدم المنشار أثناء التقطيع. يمكن زيادة وتيرة تقدم المنشار إلى 100% بعد أن تصبح الشفرة داخل اللوح بالفعل. اتجاه قطع اللوح يكون مع اتجاه دوران شفرة المنشار فقط. استخدام كمية كبيرة من الماء عند تقاطع شفرة المنشار مع اللوح يضمن عملاً أكثر نجاعة وجودة للمنشار، ويمنع التآكل غير الضروري وتشكيل الغبار. قبل بدء خروج الشفرة من طرف اللوح، قم بإبطاء وتيرة تقدم المنشار مرة أخرى إلى 50%، وتأكد من خروج الشفرة بالكامل من اللوح. من أجل عدم الإضرار بالشفرة أو مسطح العمل، يوصى بعدم تمرير الشفرة في الطرف السفلي من اللوح بأكثر من 2 مليمتر. يجب محاولة تقليل شدة الاهتزازات الناتجة أثناء المعالجة من أجل تحسين جودة المعالجة. طرق قطع ألواح البورسلين بماكينات النفث المائي ووتر جيت وآلات CNC تتشابه مع الطرق المستخدمة في قطع المسطحات الحجرية الأخرى. يمكنك فحص المعايير المناسبة في دليل معالجة وتركيب البورسلين الذي يظهر على موقع إيفن كيسار. جميل جداً، تم قص الجوانب الأربعة بنجاح. يمكن الاستمرار في تخطيط تقطيع اللوح. توقف لحظة وانظر إلى اللوح. انتبه إلى تكوينات العروق. خطط لكيفية توصيل كل شيء في النهاية وكيف سيبدو تدفق العروق في المسطح النهائي. من المهم تذكر بعض القواعد الرئيسية لتخطيط تقطيع لوح البورسلين. يجب الحرص على الحفاظ على مسافة لا تقل عن 50 مليمتراً
من الفتحات إلى الجانبين. حافظ على مسافة قدرها 50 ملمتراً صافياً بين كسوة الجدران وفتحات الحوض والمواقد. حافظ على مسافة لا تقل عن 50 ملمتراً بين الفتحات المتجاورة. عند عمل فتحات أو زوايا داخلية يجب إنشاء نصف قطر لا يقل عن 10 ملمترات في الزوايا من أجل توزيع الحمل على اللوح ومنع حدوث تشققات في المستقبل. يجب عمل وصلات طويلة ومستقيمة فقط وتجنب الوصلات لشكل حرف L. لمنع الكسور أثناء المعالجة يجب تصميم الفتحات الموجودة في اللوح بحيث تتشكل في الجزء المركزي من طاولة التقطيع وليس بالقرب من جدار مسطح العمل. سمحت لنفسي أن أبني لك مخططاً موصى به لتقطيع اللوح وفقاً لمخطط المطبخ المحدد. سنبدأ بحفر فتحات الزاوية لفتحات الحوض والموقد. قم بحفر الزوايا باستخدام مقدح كأس لحفر البورسلين حتى عمق 8 ملمترات وليس حتى عمق اللوح بأكمله. عملية الفتح هي جزئية وسيتم استكمالها يدوياً لاحقاً. استمر مع التقطيعات المستقيمة لفتحة الحوض أو الموقد، هنا أيضاً حتى عمق 8 ملمترات. ممتاز، والآن سنواصل بقية التقطيعات وفقاً للمخطط. يمكن عمل حافة كانت بسمك لوح البورسلين. هذه الحافة تكشف عن جسم اللوح الذي يختلف في اللون والتصميم عن الجزء العلوي من اللوح. في المقابل يمكن عمل حافة سميكة يتم قصها بزاوية 45 درجة تعطي انطباعاً لمسطح أكثر سمكاً من سمك اللوح الأصلي مع امتداد للون وتصميم مطابقين للجزء العلوي من اللوح. قم بقص الحافة السميكة من المنطقة المجاورة لحافة اللوح الذي سيتم توصيلها بها للحصول على تسلسل في نمط اللوح. انتهى مخطط التقطيع. قبل أن نتابع، اشطف لوح البورسلين بماء نظيف. كل شيء نظيف وجاهز للنقل إلى موضع القص اليدوي. الألواح التي تحتوي على فتحات أو ثقوب هي أكثر عرضة للكسر، لذلك من المهم التعامل مع اللوح بعناية خوفاً من إتلافه وكسره. تأكد من نقل اللوح بشكل عمودي وثابت وتجنب قدر الإمكان التواءه. تذكر أن الصحة والسلامة هما في الدرجة الأولى، لذلك من المهم استخدام معدات الحماية المناسبة في كل مرحلة من مراحل المعالجة والعمل بأدوات يدوية ترتكز على الماء. قم بإجراء فتح يدوي كامل لزوايا الحفر والتقطيعات المستقيمة حتى يتم فصل الجزء الداخلي للفتحة. تبدو جميع الحفر جيدة، يمكن الاستمرار في الفتح. الآن اقلب اللوحة وقم بإزالة جزء من الشبكة الخلفية باستخدام أداة جلخ مع وسادة صقل ألماس من واجهة المطبخ وحول فتحة الموقد على بعد 50 ملمتراً من حافة اللوح وفتحة الموقد.
إذا كانت هناك مغسلة مدمجة سفلية تكشف الجزء الخلفي من المسطح، قم بإزالة الشبكة من هذه المنطقة أيضاً. الآن حان الوقت لتوصيل الحواف السميكة. التوصيل السليم والمهني للحواف سيمنح المسطح مظهراً موحداً وسيحافظ على سلامته بمرور الوقت. التوصيل بغراء مخصص للبورسلين ويتناسب في ميزاته مع بيئة التركيب هو الحل الصحيح والفعال لتوصيل الحافة السميكة. استخدام غراء بلون يشبه لون اللوح يضمن الحصول على أفضل نتيجة. التقيد بأوقات تصلب الغراء كما هو محدد في تعليمات الشركة المصنعة ضروري من أجل توصيل قوي وعالي الجودة. قم بتنظيف الغراء عن المسطح بعد أن يجف باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالأسيتون أو بمذيب. قم بإجراء تلميع يدوي تدريجي عن طريق صقل الكسحة باستخدام وسادات صقل ماسية أو وسائد خزفية للبورسلين من الوسادة الخشنة حتى الرقيقة. عمل كسحة لا يقل عن 3 مليمترات سيضمن متانة طرف الحافة بمرور الوقت. عند انتهاء العمل قم بتنظيف اللوح بكمية كبيرة من الماء لإزالة نفايات المعالجة. احرص على مسح اللوح بممسحة مطاطية وتجفيفه. من المهم استخدام قطعة قماش جديدة. لا تقم أبداً بتخزين لوح تمت معالجته وهو لا يزال رطباً. بعد المعالجة قد تكون جوانب لوح البورسلين أكثر حساسية للبقع، لذلك فأنا أوصي بوضع طبقة واقية من الشمع الشفاف فاكس على الجوانب المكشوفة على طول الحواف والفتحات. استخدم المادة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. ممتاز، لقد تم تقطيع كافة الأجزاء وهي جاهزة للنقل إلى منزل الزبون. ألواح البورسلين كبيرة وثقيلة، لذلك من المهم نقلها بأمان. يجب تحميل الألواح على مركبة مناسبة مجهزة بمنشأة ثابتة وقوية بشكل A-frame مناسبة لحجم ووزن الألواح. قم بتحميل المنشأة بشكل متماثل لمنع الإطار من الانقلاب. يجب ترتيب المسطح للإرسال وفق المنشأة مع ترتيب الأجزاء وجهاً لظهر. سيتم وضع الأجزاء ذات الفتحات في منتصف الرزمة لضمان حمايتها بواسطة الأجزاء الكاملة. استخدم دائماً شرائط خيش لتأمين ألواح البورسلين ولا تستخدم السلاسل الحديدية أبداً. لقد وصلنا إلى مرحلة التركيب. من المهم التأكد من أن المسطح المجهز يتوافق مع المخطط ويتناسب مع قياسات المطبخ. عند تركيب مسطحات بسمك اللوح فوق خزائن المطبخ، باستثناء فتحات الحوض أو الموقد، يمكن أيضاً تركيب المسطحات ذات الحافة السميكة على خزائن المطبخ بدون غطاء علوي مع إضافة دعامات مناسبة. تأكد من كون القاعدة التي تدعم المسطح مستوية تماماً قوية وثابتة. تحقق من كون الأرجل الأمامية والخلفية لخزائن المطبخ ثابتة وملامسة بالكامل للأرضية قبل وضع المسطح. تأكد من أن الجزء العلوي من خزائن المطبخ خالاً من الفضلات التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمسطح. ممتاز، خزائن المطبخ جاهزة لتركيب مسطح البورسلين. قم بتفريغ المسطحات من مركبة التركيب بشكل متماثل للحفاظ على التوازن ولتجنب انقلاب المنشأة. قم بنقل اللوح في وضع عمودي بحيث تكون الفتحات متجهة للأعلى.
من المهم ترك مسافة 2 حتى 3 مليمتر من الحائط. لتنفيذ عملية الإلصاق نستخدم وسائل الحماية المناسبة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة للغراء. قبل لصق الأجزاء يجب تنظيف الوصلة من الغبار والفضلات. وضع طبقة من الورق أعلى الخزانة تحت الوصلة يمنع الغراء من اختراق الوصلة، الأمر الذي يؤدي إلى التصاق المسطح بالخزانة. استخدم غراءً مخصصاً للبورسلين يتناسب بلونه مع المسطح وبخصائصه مع بيئة التركيب. يمكنك مزج الأصباغ للحصول على لون يتناسب مع البورسلين. قم بإلصاق الورق اللاصق على جانبي الوصلات لمنع تسرب الغراء على المسطح، الأمر الذي قد يتسبب في تلطيخه. ضع كمية كبيرة من الغراء على جانبي الوصلة. من المهم التقيد بأوقات تصلب الغراء وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. يمكن الآن فصل المعدات المساعدة وإزالة الصمغ الزائد بعد أن يجف. قم بتنظيف نهائي للمسطح باستخدام الأسيتون على قطعة قماش نظيفة. لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف صقل الوصلات على أسطح البورسلين. الصقل سوف يؤدي إلى الإضرار بالنسيج وبمظهر الألواح. يحظر وضع أي مادة على المسطح قد تؤثر على مظهر أو خصائص المسطح، على سبيل المثال سيلر، شمع، فاكس، زيوت وما شابه ذلك. لمنع تسرب الماء إلى خزائن المطبخ يجب وضع السيليكون بسخاء في الفراغ بين الحائط والمسطح. أثناء تركيب الحوض يجب سد الفجوة بواسطة السيليكون، طوق لاصق أو منتج مماثل. بعد الانتهاء من التركيب تأكد من كون المسطح ومنطقة العمل نظيفتين. قم بتغطية المسطح بالكامل بالكرتون المضلع أو بمادة واقية أخرى لحمايته من الإصابة أثناء الأعمال الأخرى في المطبخ. يمكن أيضاً استخدام البورسلين لإنشاء مسطحات عمل بارزة. للحصول على مسطح بارز قوي ثابت ومقاوم يوصى بالعمل وفق الإرشادات التالية. في الحالات التي تتطلب وجود دعم يجب تثبيت لوح ثابت في الجزء السفلي من المسطح بدون مرونة، مثل لوح ويدي، خشب برج أو منشأة معدن أو خشب لدعم المسطح. في مسطح جزيرة ذي سطح بارز بسمك اللوح وذي جدران داخلية مكشوفة يمكن صقل الشبكة الخلفية للحصول على مظهر أكثر نعومة. لاحظ أن مظهر الجانب الداخلي المصقول كان مختلفاً عن واجهة الجدار. عند انتهاء التركيب يجب إعطاء الزبون أو الزبونة شرحاً لكيفية صيانة السطح ومعالجته بانتظام. يمكن الحصول على مزيداً من المعلومات حول التنظيف والصيانة من خلال الموقع الإلكتروني لإيفن كيسار. لقد استمتعت جداً بمساعدتك في عملية المعالجة والتركيب. يسعدني مرافقتك أيضاً في المشاريع القادمة لإيفن كيسار.